نحن اليوم هون لنطالب بقانون النسبة يمثل الجميع ويلغي الطبقة السياسية الفاسدة اللي بتمثل الطائفية عنا بلبنان. ونزولنا على الشارع معتبرينه معركة لأنه أهل السلطة ما بدهم يغيروا، أهل السلطة بدهم يكرروا نفسهم، أهل السلطة بدهم يضلوا متكمشين بمفاصل الحكم ليضل في فساد ويضل في سرقات. معركتنا بالنسبة لنا نحن بنعتبر من أجل محاسبة الفاسدين والسارقين لابد من قانون نسبة يسمح بتغيير ديمقراطي.